للمقاتلين عندنا عادة ما تكون هناك دورات تدريبية، جلسات عمل أو جلسات نقاش تكون مع القادة السياسيين أو رؤساء العشائر، لكن مع المقاتلين عادة ما تكون هناك دورات تدريبية حول القانون الإنساني الدولي أو قانون النزاعات المسلحة بتسميتها القديمة أو قانون الحرب. كل هالأسامي هاي لقانون الإنسان الدولي واللي مبادئها طبعا من أهم مبادئ حماية المدنيين أو الضحايا حتى من بين العسكريين العاجزين عن القتال. فنحاول يعني ندربهم بصورة عامة على أهم تلك المبادئ من خلال 15 قاعدة التي استمدت أفكارها من مثل ما قلت حضراتكم، يعني استمدت أفكارها من المعاهدات الدولية والبروتوكولات الإضافية والقواعد العرفية اللي كلها تتشكل القانون الدولي الإنساني، وطبعا مع قانون الدولي لحقوق الإنسان كلها تتشكل المبادئ الإنسانية، خلينا نقول أو المعايير الإنسانية. فنقدر يعني عندنا عدة أنواع من الدورات، فإذا الدورات سريعة ولعدد كثير من المقاتلين الدورة تكون من خلال يوم واحد يعني، وعندنا غير دورات نقدر نسويها ليومين 3 أيام عن نفس القانون وعن نفس المبادئ لكن بشكل أكثر تطويلا. وأيضا عندنا سوينا دورة مع وزارة البيشمركة لحوالي تقريبا 20 مدرب، هاي الدورة كانت دورة خاصة مدتها كانت 15 يوم. فالدورات هو تقريبا بصورة عامة بس نقدر نلخصها من خلال هالثلاث أنواع من الدورات، ولحد الآن أكثر من 800 مقاتل شاركوا من خلال دوراتنا على أو لتعليمهم على مبادئ القانون أو القواعد الـ15 اللي أطلقتها منظمة نداء جنيف.